اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة كانت حصيرة زيارة الرئيس تبون لعمان الشقيقة. وفي إطار زيارة الدولة عملتا على ربط جسور الشراكة والتعاون في عدة قطاعات. زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى سلطنة عمان فيها أبعاد ثنائية من خلال تعزيز تعاون اقتصادي خاصة في مجال الاستثمار والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام ومختلف المشاريع، تضاف ل 27 اتفاقية تجمع البلدين في هذا المجال. دفع بالاستثمار، زيادة في قيمة المبادلات والاستفادة من الخبرات المشتركة، أهداف جسدت في إطار تحفيز الشراكة والتقارب بين البلدين. تنويع الاقتصاد وتنويع العلاقات مع دول كثيرة ومهم جدا. أكيد أن العلاقة بين عمان والجزائر راح تكون علاقات جيدة، علاقات مفيدة، علاقات ربح، علاقات شراكة يعني مفيدة للبلدين. أكيد أنها ستساعد على خلق مناصب شغل، ستساعد على إدخال عملة صعبة، ستساعد على تحريك الجانب القطاعي في اقتصاد مهم. إذن هي زيارة دبلوماسية لتعزيز وربط العلاقة بين البلدين الشقيقين، توجت باتفاقيات تأتي في إطار تعزيز فرص التعاون والاستثمار.